مش بس جماهير الاهلي هي اللي كانت بتحلم بالنجمه التاسعه انما محمد الشناوي في حد ذاته كان ده شيء بيؤرقه، يعني شايف انه ما ينفعش يرجع الاهلي وبعد السنين دي ما ناخدش البطوله ويضيع منك الكاس. انا بالنسبه لي البطوله ديت يعني ما كانتش، انا النوع اللي انا بحب اللي اكون داخل في بطوله، يعني النادي الاهلي معلمنا كده، يعني انا من ايام الناشئين لما كنا بنتعادل بالنسبه لنا خساره كنا بنعيط، ما بنتعادل تعادل بس كنا بنعيط، اما بنخش بطوله او اي حاجه بنخشها في النادي الاهلي لازم نكسبها، المركز الثاني زي الاخير، ده احنا متعودينه من صغرنا، عشان كده كل ما بنطلع للجيل اللي قبلنا الجيل بيقول لنا، الجيل اللي قبلنا بيقول لنا كده، احنا بنستلم الراي بنقول للجيل اللي بعدنا كده، احنا من صغرنا على طول متعلمين كده، عشان كده البطوله دي بالنسبه لي عشان اللي ضاعت مننا في الترجي هي ما ينفعش كانت تضيع مننا، بس كان في ظروف طبعا ان هي عشان راحت مننا، والماتش بتاع سان داونز بتاع الخمسه وبعد كده البطوله بتاعه التاسعه دي اللي احنا وعدنا الجمهور فيها، انا كانت بالنسبه لي حلم كبير اللي انا لازم اخد البطوله ده عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر اللعيبه، وما ينفعش ان هي المره دي نوصل لنهائي لثالث مره ما ناخدش البطوله، هتبقى صعبه علينا جامد جدا، صعبه جدا علينا للعيبه نفسيا الفتره الجايه، عن نفسيا اللعيبه ممكن تقع منك، عندك بطوله، انا عندي ماتش كاس بعد يومين، لو كسبت الماتش ده هتلعب نهائي يوم خمسه، وبعد نهائي يوم خمسه عندك نهائي يوم 10، لو انا كنت خسرت البطوله دي انا كنت شخص البطولتين الجايين، نفسيا اللعيبه بتاعتها تقع، وانا مش عايز النفسيه اللعيبه تقع مني.